فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: اللحوم المستوردة من بلاد الكفار وقد كتب عليها كلمة حلال أو مذبوحة على الشريعة الإسلامية، يقول ما حكمها؟ والله ما أدري عنها، إذا وثقت منها أنت وطابت نفسك بها كل منها، أما إذا كان عندك شك أو لا اتركها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.